نعتذر عن هذا الخطأ أعزائي المشاهدين، وننتقل بكم إلى موضوعنا مأمونية القطاع الصحي ودور التخصصات الصحية في حماية المهنة. لم يكن القطاع الصحي قبل 25 عاما قادرا على تمييز الكوادر الطبية المؤهلة من غيرها، ولم يكن الممارسين الصحيين يخضعون لاختبارات لمعرفة مدى قدرتهم على ممارسة مهنة الطب، كما لا تخضع الشهادات والمؤهلات سابقا إلى تدقيق. ولأن الصحة تعتلي أولويات قيادة المملكة، تم إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتكون الجهة التي تشرف على تسجيل وتصنيف الممارسين الصحيين وتؤهيلهم على أعلى مستوى، وعدم السماح للكوادر غير المؤهلة بممارسة مهنة الطب، حيث شرعت الهيئة منذ 25 عاما وحتى اليوم على رفع كفاءة القطاع الصحي وتسجيل العاملين فيه وإطلاق البرامج التدريبية. الهيئة احتفلت مؤخرا مرور ربع قرن على إنشائها، وهي تحفل بإنجازات عديدة على صعيد العناية بالممارسين الصحيين أو تأهيلهم أو دعم الجمعيات الصحية والإشراف عليها. ولديها أهم شهادة تدريبية على مستوى الشرق الأوسط، وهي شهادة الاختصاص السعودية. للحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الدكتور محمد بن عبدالله السلطان، نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية في هيئة التخصصات الصحية. مرحبا دكتور محمد. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ روان. ربع حياك الله، ربع قرن يعني من تاسيس الهيئه ودورها في هذا المجال، حابين نعرف يعني بشكل مختصر من عندك. الحقيقه يعني بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذا المنجز الوطني الذي ما كان يتحقق لولا توفيق الله اولا، ثم رؤيه ثاقبه من قياده البلد ولله الحمد ممثله ب يعني خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في ذاك الوقت، وفريق العمل الذي طرح هذه الفكرة كانت نواة تقدمت بها يعني جامعات وجهات أكاديمية وجهات تشغيلية، تبنتها وزارة الصحة، دعمها للتاريخ، دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إبان تولي إمارة منطقة الرياض بدعم خاص لهذه الفكرة والمنشأة، حتى يعني رسخت جذورها لتكون المنبر والمظلة التي يلجأ لها الممارس الصحي ويلجأ لها المجتمع وينتظر منها المجتمع الحماية من المنتسبين لغير هذه المهنة. جميل، كيف تدعمون الممارس الصحي؟ كيف تقدرون تطورون من الممارس الصحي؟ جميل، الحقيقة لها عدة مناحي. المنحة الأول ما يسمى بشهادة الاختصاص السعودية أو الزمالة، وهي برامج بعد أن يتخرج الطبيب من كلية الطب ودراسته لسبع سنوات يصبح طبيب عام، لكن دخوله في المجالات المتخصصة واختياره لتخصصات معينة هو برامج تدريبية من أربع إلى ست سنوات تقريبا. في السابق أنا أتكلم عن يعني ليس في السابق البعيد، يعني سابق في حتى جيلي قبل 20-25 سنة، كنا نلجأ كلنا الخريجين إما أن تذهب لخارج المملكة العربية السعودية لأمريكا الشمالية بالذات أو غيرها من الدول، أو تلتحق ببرامج الزمالات العربية، وهي لا ترقى حقيقة للمستوى اللي احنا يعني وصلنا له لله الحمد الآن. منذ نشأة الهيئة أصبحت هذه البرامج برامج تدريبية مقننة موصفة بشكل صحيح، هناك اختبارات دورية سنوية حتى يحصل الطبيب على الشهادة. هذا نوع من أنواع الدعم. النوع الثاني أن كل ممارس يسجل في المملكة، يكون من خريجين أو من مواطني الدول الأخرى يسجل في المملكة، هو مطالب بتحديث معلوماته الصحية سواء كان طبيب أو غير طبيب، كل سنة بحضور مؤتمرات معينة أو ما يسمى بساعات التعليم الطبي المستمر وتسجيلها لدى الهيئة بشكل دوري. سابقا كان التجديد كل خمس سنوات، الآن أصبح نظاما أنه كل سنتين يجب أن يستوفي شروط معينة لتجديد رخصته. هذا نوع من أيضا من أنواع الدعم. الهيئة تقوم برعاية مؤتمرات علمية، الهيئة تقوم بأدوار تثقيفية في كثير من المنشآت الصحية بالتعاون مع القطاعات الأخرى. جميل، طيب دكتور محمد، يعني ملف الشهادات الغير صحيحة والتزوير يعني شائك ودائم يتداول، دور الهيئة في هذا الملف؟ الهيئة
هي خط الدفاع الرئيس في هذا الموضوع حقيقة. الإشكال يعني اللوم الذي نسمعه يعني بين الفترة والأخرى، أين الهيئة عن هذا؟ حقيقة كل حالة تم ضبطها أو ضبط التزوير بها جاءت من الهيئة السعودية للتوصيات الصحية. الإشكال أن هناك بعض القطاعات الصحية أو بعض المنشآت الصحية، لا أقول قطاعات، منشآت بعضها خاص حتى، يسمحون للممارس أو مدعي حمل هذه الشهادة أن يمارس قبل أن يحصل على التوثيق التام من الهيئة السعودية. مجرد أنه يدخل للبلد ويسجل في الهيئة يعني تسجيل للاختبار، ينتظر اختبار أو تسجيل لتوثيق الأوراق، يسمحون له بالممارسة، ثم بعد 4 أشهر 5 أشهر يكتشف أن هذا الرجل شهاداته غير صحيحة. الأدهى من ذلك أنه يكون في منطقة مثلا ليست من المناطق اللي عليها رقابة دورية ويمارس لسنة أو سنتين أو ثلاث دون أن يأتي أحد ويقول له أين بطاقة سماح أو بطاقة مزاولة المهنة في المملكة. إذا اكتشف بعد 3-4 سنوات الشارع العام، ولا ألومه حقيقة، يقول أين الهيئة عن مثل هذا. الهيئة تقول أنه كل ممارس داخل البلد، والآن أصبح هناك تشريع عن طريق النيابة العامة، كل من يمارس الطب دون تصريح هو عرضة للمساءلة من النيابة العامة والسجن والغرامة فيه. يمارس الطب بكافة تخصصاته، بكافة تخصصاته، يمارس المهنة الصحية حقيقة يمكن أدق من كلمة الطب، حتى الصيادلة، حتى المعالجين التنفسيين، حتى التمريض، أطباء الأسنان، كل ممارس صحي. جميل. طب هذا الإجراء والرقابة الشديدة هل ساهمت في خفض الأخطاء الطبية؟ لأنه لاحظنا في انخفاض بالأخطاء الطبية. أعتقد أنه هذا أحد العوامل، هي لا يمكن حصرها بعامل واحد. الأخطاء الطبية هي مستوى تدريب هذا الطبيب، صحة تدريبه وصحة شهادته، أيضا إمكانيات المنشآت هي لها دور في قضية، ووعي المجتمع له دور في الأخطاء الطبية. جميل. طيب البرنامج الوطني لتأهيل الفتيات اللي هو تأهيل خريجات كليات العلوم، نبغى نعرف أكثر عن هذا البرنامج. جميل. الحقيقة أنا هذا أعتبره يعني مفخرة من أعمال الهيئة الكثيرة، ويعني قد أكون يعني منحاز لها وحق لي أن أنحاز، لكن لأنه كان هناك كثير من بناتنا وأخواتنا متخرجات بمستويات يعني أكاديمية عالية، لغة إنجليزية، لكن لشح الوظيفة التدريبية والفرصة التدريبية لها بعضهم جلس سنة وسنتين وثلاث سنوات. جاءت الفكرة من الهيئة وبالتعاون مع وزارة العمل، مع صندوق تنمية الموارد البشرية، مع القطاعات الصحية عامة حقيقة والخاصة أيضا، معنا أن هناك مهن تتطلب تدريب مختصر مدته من 6 أشهر إلى سنة لأعمال محددة، إما أعمال التعقيم أو أعمال سحب الدم أو أعمال مكافحة العدوى، لا تتطلب تدريب مدة 4 أو 5 سنوات. فحاملة البكالوريوس إذا أهلناها وكان مستواها قبل أن تدخل هذا البرنامج بمستوى معين ولغة إنجليزية جيدة، خلال سنة، ونحن الآن شرفنا على الانتهاء من الدفعة الأولى الحمد لله، ستصبح قادرة أن تمارس كأخصائية في هذه التخصصات. انتهينا من الدفعة الأولى، الآن نحن بصدد استقبال أو البدء بالدفعة الثانية. نعمة كبيرة. جميل. أننا نحل 300 شابة من بناتنا وأخواتنا للقطاع الصحي، والدفعة الثانية مثلها والثالثة والرابعة. جميل جدا، أتمنى لكم كل التوفيق. طيب دكتور محمد، يعني خطة الهيئة قبل سنة أعلنت الخطة الاستراتيجية لها. جميل. والهيئة طبعا جزء من منظومتنا، جزء من المملكة. جميل. ورؤية 2030 والتحول الوطني. جميل. أين هي الهيئة؟ إيش خططها؟ الهيئة جزء أساسي من خطتها الاستراتيجية هي التوافق مع رؤية المملكة 2030. جميل. ولعل يعني من أبرز العوامل اللي يعني تدفعني للقول بهذا أن هناك كثير من المبادرات بالاشتراك مع وزارة الصحة أو غيرها من القطاعات الصحية بتأهيل كوادر صحية إضافية، يعني هناك عدد فرضته الرؤية بعد يعني أعتبرها رؤية متفائلة حقيقة، أن أرادت خلال في 2020 يجب أن يكون هناك 4000 طبيب سعودي يدخلون البرامج التدريبية كل سنة. نحن الآن تقريبا وصلنا هذا الرقم، نحتاج سنة أو سنتين حتى نصل للأربعة آلاف كل سنة. هذا واحد، هذا من الرؤية حقيقة استمديناها. هناك برامج أخرى، دعم التمريض، مهنة التمريض في المملكة العربية السعودية من المهن حقيقة التي ظلمت
بسبب النظرة الاجتماعية لها. والهيئة الآن يعني أوجدت مجالس علمية للتمريض، فتحت برامج تخصصية للتمريض. من رؤية المملكة أيضا المهن الصحية الأخرى الغير شائعة، اليوم الهيئة السعودية رفعت عدد المجالس العلمية من 18 مجلس علمي إلى 38 و40 مجلس علمي، كل حتى نستوعب مثل هذه التخصصات الغير شائعة ونقدم لها خدمة. آخر أمر يعني ساهمت به الهيئة من ضمن يعني برامج الرؤية ما يسمى بتخطيط القوى العاملة. وتخطيط القوى العاملة اليوم هذه المبادرة تقريبا الهيئة هي اللاعب الرئيس فيها، وهي العنصر الأساسي، ووكلت لها هذه المهمة بالتنسيق بين جهات كثيرة. نحن إن شاء الله بصدد إقامة مؤتمر في نهاية في شهر 3 إن شاء الله ميلادي، بحضور وزارة العمل ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة المالية. هذه الثلاث الأربع وزارات كلها تعنى بالقوى العاملة الصحية، فالهيئة هي تقريبا ضابط الإيقاع بين هذه الجهات، ونسأل الله التوفيق. الله يوفقكم. طيب دكتور محمد، في عندكم برنامج تواصل إلكتروني، جميل، إذا ممكن تحكي لنا عنه، قديش هذا يدعم ويساعد الممارسين الصحيين؟ يمكن البرنامج تواصل هذا يعني استحدثناه في بداية العام، وهو عبارة عن تذكرة إلكترونية نطلب من كل ممارس عنده استفسار، بدل أن يحضر شخصيا ويتابع بالطريقة التقليدية بالتعقيب على معاملاته، التواصل عن طريق هذه العملية. لم تصل لمستوى الكفاءة الذي نريدها الآن، لكن نقول هذه التجربة بدأت تحقق أكثر من 70% استجابة الآن، 75-76%. نحن يعني نلتزم بإذن الله تعالى أنه بنهاية شهر 2 ميلادي، يعني خلال 6 أسابيع من الآن، أن نصل للمرحلة الصفرية، أنه لا تنتظر التذكرة أكثر من المدة المحددة لها دون يعني الرد عليها. إن شاء الله في 1 فبراير بعد أسبوعين من الآن ستبدأ خدمة الرقم الموحد لمن يعني لديه استفسارات وليس متابعة إجراءات. هذه أيضا قناة تواصل أخرى. نحن نقول تشرفنا حقيقة بخدمة الممارس الصحي، وأنا أحد الممارسين الصحيين، أتشرف أنا وزملائي يعني طاقم الهيئة كبيرهم وكلهم كبير ولا وأقل موظف بهم، أن نقدم خدمتنا لهم حتى على مستوى يعني الحضور الشخصي، لكن نقول لا داعي للحضور، نخدمك وأنت بمكانك. جميل جدا، جهود جبارة دكتور محمد، أتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. نشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد بن عبدالله السلطان، نائب الأمين العام للشؤون التنفيذية في هيئة التخصصات الصحية. أنا شاكر لكم إتاحة هذه الفرصة، ونتمنى للجميع الصحة والعافية، ومثل ما يقال الله يغني عنا بالعافية. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. أهلا.